صباح الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أحوال مصر. النهاردة يوم مميز جدا، وحلقتنا هتكون مميزة جدا لأني هنكرم أم مثالية من اختيار البرنامج، لأن أعظم حاجة في الدنيا هي الأم، ولا يا أستاذ ياسر؟ أكيد طبعا، وبصراحة أنا ليا رأي كده، يعني إن كل أم مصرية هي أم مثالية، لأن فعلا الأم المصرية عندها عطاء مش موجود في جميع دول العالم. الأم المصرية ليها شكل خاص ولها معاملة خاصة ولها طبع خاص في تحمل مسؤولياتها، في التربية، في تحمل الظروف، في توجيه الأسرة، في الحاجات دي كلها. طبعاً فبصراحة ربنا كرم الأم وقال جنة تحت أقدام الأمهات، وبيوم ما الأم بتتوفى بينزل ملك من السماء بيقول الإنسان ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فعملنا نكرمك من أجله. فالأم دي أعظم حاجة عند الإنسان وعند ربنا. كل سنة وكل أم بألف خير، كل سنة وانت طيبة يا أمي، كل سنة وأم العقيد إسماعيل عبد الله طيبة وبألف خير. إنسانة عظيمة، ربة إنسان ذو خلق. كل سنة وضيفتنا، كل سنة وضيفتنا الأستاذة مريم بألف خير. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة مريم، كل سنة وحضرتك طيبة. ومعانا الأستاذة هدير بنت حضرتك، أهلا وسهلا يا أستاذة هدير، مطربة صاعدة وهنسمع صوتها النهاردة وهي بتغني لماما. ازي حضرتك أستاذة هدير؟ عايزين نعرف السادة المشاهدين، حضرتك ليه البرنامج اختارك النهاردة لكي تكون أم مثالية؟ أبدا، أنا منفصلة من يعتبر 11 سنة. من بعدها أنا يعني قررت إن أنا أبقى لأولادي وتربيتهم، والحمد لله ربنا موفقني لحد دلوقتي واقف جنبي. وإذا كنت يعني شايفين إن أنا أم مثالية، ده بقى حاجة من عند ربنا وولادي. يعني أنت تستحقي كل خير، أي أم بتحافظ على أولادها وبتربيهم كويس، ده أهم حاجة في الدنيا. إن أنا أقدر إزاي أربي جيل صالح ونشأة جديدة للمجتمع مميزة، رغم انفصال الأهل، رغم كله أنت محافظة على أولادك، قلمتيهم وربتيهم كويس جدا وقدمتي نموذج صالح للمجتمع. وبوجود هدير معانا إن شاء الله. هدير فين هدية عيد الأم بقى؟ هدير هتغني. طبعا عايزين نسمع صوتك الجميل يا هدير. هتغني أغنية إيه النهاردة؟ هتغني ست الحبايب. تمام، نسمع. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة وحبيبة، زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. أنام وتسهري وتباتي تفكري وتصحي من الأذان وتيجي تشقري. يا ربي خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة وحبيبة. حاجة جميلة فعلا. ربنا يخليكم لبعض يا رب. تسلموا كلكم. ودي هدية بقى البرنامج لحضرتك. كل سنة وانت طيبة. ميرسي ليكو. تسلم يا حبيبي. ميرسي ليكو حبيبتي علي. ميرسي، انا بشكرك. بشكرك وبشكر البرنامج، وميرسي ليكو قوي قوي قوي، وكل سنة وطيبين، والأم المصرية كلها كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة وبألف خير يا رب. كل حاجة وكل سنة وانت دايما أم مثالية. ألف سلامة يا حبيبتي. أشكرك. أشكرك. كتر ألف. نطلع فاصل ونرجع تاني مع أول فقرة المميزة جدا جدا دائما معانا، فقرة عن البيت المصري ومشاكله.
ورجعنا من الفاصل، وزي ما عودناكم ان احنا دايما بنهتم بمشاكلكم ومشكلة كل بيت مصري. معانا النهاردة قضية في الفترة اللي فاتت صارت الجدل ما بين الحقيقة والشائعات. موضوع ان الزوج المصري لو اتجوز على مراته هيتحبس، لو ما اتجوزش على مراته هيحصل ايه، يعني لغط في الشارع المصري. علشان كده النهاردة معانا الأستاذ ياسر حربي، المحامي بالنقد والخبير في الإرشاد الأسري. أهلا وحضرتك يا أستاذ ياسر. أهلا بك يا أستاذة. أستاذ ياسر، عايزين نعرف الموضوع اللي قلب الدنيا في البلد ده، يعني النهاردة الزوج هيتحبس ولا يدفع غرامة لو اتجوز على مراته ولا ايه بالظبط؟ طيب تسمحي لي بس عايز أقول حاجة بمناسبة الفقرة الجميلة اللي انت قدمتيها، الفقرة اللي قبل ديت. عايز أتوجه بس بالدعاء لأمي بالرحمة والمغفرة بمناسبة عيد الأم. وطبعا بمناسبة عيد الأم بنتوجه بالدعاء بالرحمة والمغفرة لكل أم توفت، فديت الهدية اللي احنا بنقدمها لها في عيد الأم. موضوعنا بقى اللي حضرتك بتتكلمي فيه، فعلا الفترة الأخيرة حصل جدال كتير على السوشيال ميديا وإشاعات صارت كتير جدا، قالوا ان الزوج اللي هيتزوج على مراته هيتحكم عليه بالحبس والغرامة. الموضوع فيه شيء من الغلط واللغط. هو القانون او المقترح التشريعي المقدم اللي بيناقش حاليا هو لسه مقترح، مش قانون واصدر. مقترح. تمام. لا احنا يعني عايزين بس نقول حاجه. اتفضل. ان الجزئيه ديت موجوده في القانون من بدري، بس هو اللي حصل ان هم بس بيعدلوا في العقوبه. تمام. او بيغلظوا شويه في العقوبه. بس مش العقوبه دي ظلم؟ لا، هو احنا عايزين نقول على حاجه. هو العقوبه ممكن تبقى ظلمه، ولكن هو الموضوع مش ان هو هيعاقب الزوج اللي تزوج. لا، هو القانون بيقول ان حضرتك لو جيت تتزوج من حق الزوجه الاولى انها تعرف. جميل. فمن حقك ان انت تخطرها، او واجب عليك ان انت تخطرها ان انت هتتزوج. الاخطار دوت ده مش معناه ان هي تبقى موافقه، ممكن تبقى موافقه ممكن تبقى معترضه. الكلام ده موجود في طب القانون. طب لو اعترضت يا استاذ ياسر؟ يعني ما فيش اي وجه اعتراض ليها غير انها تتوجه بطلب دعوى طلاق للضرر لو هي مش تقدر تتحمل يعني الزواج التاني. هو يثبت ازاي ان هو خد موافقتها او اعترضها؟ لا، هو مش مطلوب ان هو ياخد موافقتها. القانون ما قالش ان هو ياخد موافقتها. تمام. لان لو قال ان القانون قال ان هي ياخد موافقتها يبقى كده هو بيحط عقبه في الحق القانوني والشرعي للزوج ان هو يتزوج من اخرى. لكن هو يختارها عن طريق المأذون. بالظبط. قال ان انا اختر الزوجه الاولى بان انا بتزوج من الزوجه الثانيه فلانه الفلانيه. طيب بس اللي انا اعرفه يا استاذ ياسر ان المأذون دلوقتي او عامه المأذون بيختر الزوجه الا لو الزوج اعطى عنوان خطأ. حلو. طيب ما هو احنا بقى ديت اللي احنا عايزين نقوله بقى دلوقتي. في حاجه ثانيه يا استاذ ياسر. اتفضل. المأذون ما بقاش بيعترف بكلام الزوج. تمام. هو بياخد البطاقة بتاعت الزوج نفسها وبيبعت على العنوان اللي في البطاقة. بص حضرتك، ما هو دلوقتي القانون الجديد بقى قال ان المأذون هيبقى مشترك مع الزوج في مسؤولية ان هم يختاروا الزوجة الاولى. لو حضرتك بصيتي في القسايم بتاعتنا القديمة هتلاقي اقرار كده ان الزوج في ذمته زوجات اخريات وعنوانهم على اساس ان هو يتم اختاره. تمام. طبعا سهل جدا التلاعب في الموضوع دوت في ان طبعاً. انا خطأ ببقى حاطط عنوان في قسيمه الزواج الاولى، وممكن اكون نقلت من العنوان دوت، ممكن يكون عنوان الاهل، ممكن يكون عنوان غير صحيح، وبالتالي الاختيار ما بيروحش بشكل رسمي للزوج. طب اذا بالمأذون، ما هم عشان يبقى المأذون حريص على ان فعلا يتاكد من العنوان. طب هيتاكد ازاي حضرتك؟ هو جهه؟ لا، هو احنا عايزين نقول هيتاكد من المستندات الرسميه اللي تحت ايده اللي هو البطاقه. اللي هو البطاقه او قسيمه حضرتك. اساسا
انا دلوقتي بكتب كتاب عند المأذون فبياخد بيانات اللي في البطاقه يحطها تمام في القسيمه تمام. فهو هو ده اختصاصه لكن ما يقدرش يعمل اكتر من كده. ما يقدرش بقى يعمل، ممكن يسال الزوج بشكل شفوي اذا كان في عناوين اخرى يخطر عليها ولا لا، وده اللي بيحصل من زمان، وبيكتبوا اقرار ان هو العنوان دوت سليم وتحت مسؤوليته. جميل قوي. وبالتالي في اجراءات معينه بيعملها المأذون لاختار الزوجه الاولى. هو ده هو ده اللي موجود في القانون القديم، وهو ده اللي موجود في القانون اللي هو بيناقش حاليا، ولكن القانون القديم ما قالش طب لو الزوج ما اختارش ايه العقوبه، ولكن هو في عقوبه فعلا قائمه، لان معنى ان انا احط عنوان غير صحيح في قسيمه الزواج انا بضلل العدد. لا، ده في حاجه كمان من الناحيه القانونيه، ده يعتبر تزوير في اوراق رسميه او ادلاء بيانات غير صحيحه. هو ممكن نجيبها بطريقه تانية يا استاذ، لان قسيمه الزواج عدم خراب البيوت. لا، ما هو بص حضرتك، هو دلوقتي بيحصل مشكله كبيره. المشكله الكبيره ايه؟ ان مثلا زوج توفى، فالزوجه ممكن تتفاجئ ان في زوج تانية واولاد تانية وثالثه ومراس ورابعه وموضوع. لا، وفي حاجه كمان، يعني في حالات بتتكشف عن طريق القيد العائلي. طبعا. يعني مثلا طبعاً انا معايا ولد اني رايح يقدم في كليه ما، طلبوا قيد عائلي فاكتشفوا ان في اكتر من زوجه. تمام. فطبعا تمام. دي مشكله كبيره جدا، ان ازاي انا ليه اخ او ليه اخت وما اعرفهمش. تمام. هو احنا نرجع نقول القانون هنا ما منعش الزواج بزوجه اخرى، ولكن حط شيء من الضوابط ان هو من حق الزوجه الاولى ان هي تبقى على علم باللي انت بتعمله. طب لو الزوج النهارده حاسس ان البيت هيتخرب وفيه اولاد بس هو محتاج ست في حياته، يعني الزوجه سواء تعبانه او هو، هنا بقى الزوج بيختار ما بين المصلحه الفضله لي او لاسرته. صعب. ما هو مش هيقدر، يعني هو مش هيقدر يدفن نفسه، وفي نفس الوقت مش هيقدر، ما احنا عايزين يعني نقول يبعد عن ولاده. عايزين نقول ان الاختيار للزوجه الاولى ده مش معناه قطعا ان البيت هيخرب. لا، في بيت، يعني هقول لحضرتك في، ولكن مش معناه. انا على الصفحه اول ما اعلنا عن الحلقه بعت لي حد، يعني من الساده المشاهدين بعت لي بيسالني على حاجه، بيقول لي انا مراتي بتنام في اوضه وانا في اوضه وعازله نفسها عني، طب انا اعمل ايه؟ طيب ماشي، ما هو دوت ليه حق شرعي وقانوني في ان هو يتزوج. طب احنا في اولاد. طيب مش عايزين نظلم الاولاد. ما احنا دلوقتي الزوجه اللي هي ممتنعة عن الزوج ديت أظن مش هتبقى حريصة على إن هي تطلب الطلاق. لا، هي حريصة على إن تبقى شكلها حلو في المجتمع، بس ما تبقى الزوجة ما هو للأسف أو الزوجة للأسف إحنا القديمة والكلام إحنا اللي دلوقتي احنا بناخد يعني الشكل بيهمنا كتير أو عن المضمون. الشكل بس، لكن الشكل الزائف كمان بيهمنا عن المضمون. يعني في أسر كتير قوي يبقى الشكل فيها هيكلي ولكن المضمون جواها. طب بس أذنك ناخد اتصال. اتفضل استاذ محمد. اتفضل. ازيك يا فندم، عامله ايه؟ ازيك يا استاذ؟ اهلا بحضرتك ومنورين الشاشه والله. بنور حضرتك. واستاذ ياسر منور معاك والله، منور مستشار. متشكر يا استاذ محمد، ربنا يخليك يا رب يا فندم. وانا ببعت رساله تهنئه لحضرتك والاستاذ ياسر والامهات كلها، الامهات المصريه كلها، كل سنه وهم طيبين ونقعد عنا يا رب الايام كلها بخير جميعا يا رب. ربنا يخليك، شرفتنا يا استاذ محمد، وكل سنه وانت طيب. شكرا. طيب، شكرا يا استاذ محمد، شكرا. استاذ ياسر، طيب هو المفروض يعني الزواج اصله التعدد. تمام. حلو. وزمان كنا نعرف ما ملكت ايمانه، وكان في بس مش الاربعه، لا ده كان في كتير جدا. تمام. ولما نزلت الشريعه الاسلاميه حددت اربعه. تمام. تمام فعلا. يعني احنا كنا فين وبقينا فين؟ يعني الست الاول كانت مجرد زوجه وفي حريم السلطان معاها. تمام. يعني ممكن يبقى معاها يوم وممكن ما يبقاش معاها خالص ويبقى مع الحريم. بعد كده الشرع نزل بقينا اربع زوجات. تمام. بص. طيب. بص حضرتك، هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الراجل بتركيبة معينة فطريا، ان طبيعة الرجل يميل الى التعدد، يميل الى النساء، ودي حاجة ربنا خلقها طبيعية جدا. وكان على مدار السنين منذ بدء الخليقة ان مفيش حاجة اسمها زوجة واحدة، ما فيش حاجة اسمها زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، ده كانوا تعدد بشكل رهيب جدا.
عشر زوجات وما ملكت أيمانهم والكلام دوت. فلما نزل الدين الإسلامي حب إن هو يحافظ على المرأة ما تبقاش بضاعة سهلة في البيع والشراء، يعني لأن اللي كان عنده 10 أزواج و11 زوجة وفيهم 10 مهملين وهو مهتم بواحدة فقط، فحجم الموضوع وخلاها 4 فقط ولا يجوز التوسع عن الأربعة. طبق هذا الكلام إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا لأن طبعا ما كانش ينفع يتم التفريق. عايز أقول لحضرتك على معلومة بسيطة جدا فيها خلاف، يعني أنا سمعت أكتر من مرة، سمعت إن هما بيقولوا مثنى وثلاثة ورباع يعني 9. لا ده 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 تفسير غريب. لا هما بيفسروه إن النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز 9 فمثنى وثلاث ورباع جمعهم 9. لا هو ده تفسير غريب. هو طبعا لما نزل الأمر بإن احنا نحدد الأربعة استثنى من هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأزواج اللي كانوا هينفصلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أمهات المسلمين، فبالتالي هينفصلوا فما ينفعش إن احنا نتزوجهم لأنهم أمهاتنا. فبالتالي استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. ولكن لما الشرع حدد الزواج بالأربعة ده حدده تكريما للمرأة، كان الموضوع سائد في المجتمع بشكل عادي جدا. نقدر نقول إن النهاردة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية اختلفت. طب أستأذن حضرتك معانا مداخلة. اتفضل محمود. ألو صباح الخير. صباح النور. ممكن اشارك في البرنامج؟ طبعا انت مشارك بالفعل. انا الموضوع مهم فعلا اللي انتوا بتتكلموا فيه، موضوع تعدد الزوجات. بصراحه الواحد مع تعدد الزوجات لاسباب كتير، يعني الواحد يتجوز، يعني اولا يتجوز احسن ما يغضب ربنا. اتجوز يا استاذ محمود ربنا يوفقك. يتجوز احسن ما تغضب ربنا يا استاذ محمود. لا انا اصل في ناس بتنتقد الموضوع عارفين ان الموضوع حرام. لا طبعا مش حرام، ربنا مشرحها، يعني في حاجه ربنا مشرحها، ربنا عارف ان الراجل ده يقدر يتجوز 4، بس هي العمليه في العدل، الواحد يعدل ما بين الايه؟ الزوجات، يعني لو اتجوز 2 يعدل ما بينهم. بس لا هو ربنا حاجه ربنا مشرحها. انت متزوج يا استاذ محمود؟ ايوه متزوج وعايز اتجوز تاني عادي، يعني استرقى وعدك بقى. ربنا يوفقك وده شرع ربنا طبعا. ما فيش مشكله انك تتجوز وحضرتك مش هتقدر تعدل، لان زي عمرك ما هتحب دي قد دي وعمرك ما هتدي حقوق دي قد دي. لا بس اصل في ناس بتعتبر ان الموضوع حرام، يعني في ناس بتاخده كانه حرام يا فندم. لا طبعا مش حرام وده حلال. لا مش حرام بالعكس، احنا انا عندي تتجوز وما ترضيش ربنا. او مثلا طب نفترض ان انا مثلا زوجتي مريضه وعندها مشاكل لا ده حقك، هو حقك لو مراسل لو الزوجه مش مريضه برضه، يعني انت عايز تتجوز ده حقك. عشان ان انا اقول والله ناس بتقول لا ما ينفعش ومش عارف ايه. تمام. لا هو في عده اسباب طبعا، في ان الزوجه مريضه، في ان الزوجه هاجر الزوج زي ما كنا لسه بنقول، في برضو يعني الراجل قوته زايده شويه ومش عايز يعمل حاجه تغضب ربنا. أيوة يعني في حاجات كتير جدا يعني. شكرا يا استاذ محمود. الغريبه بقى ان في زوجات ممكن تقول لك انا سامحته لما خاني مرة واثنين وثلاثة، بس ما اتجوزش عليا. انما ما اتجوزش عليا، يعني ايه سامحته في الشيء المحرم؟ غلط في الحرام ومش عايزه تسامحه في الحلال يعني. للاسف. وطبعا الحاجات ديت لازم يبقى فيها رضا. يعني الاستاذ محمود بيتكلم عن الزوج اللي زوجته عندها اسباب، طبعا مش لازم نحط الجمله بتاعت الزوجه المريضه، لان ديت فيها شيء من الندالة. يعني انا لما اول ما زوجتي تبقى مريضه فانا على طول بقى كده راكنها. لا 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 ورايح مش اتزوج الزوجه المريضه، يعني معلش. لا احنا عايزين نقول ايه؟ مريضه بمرض مزمن. لو انت عايز تعدد، وهي معايا بالفعل، لو انت عايز تعدد الموضوع مباح معاك. اوكي بس انا مش ههملها ولا هرميها. ما تحطش الجمله ديت ما بين قوسين عشان خلينا بس نتكلم. خلينا نتكلم بصفه انسانيه. اتفضل. وكل انسان عنده غريزه. اتفضل. وغريزه الرجل بتبقى اكبر بكتير من المراه. تمام اكيد. تمام. طب دلوقتي الراجل ده الست مريضه وهو مش عايز يغضب ربنا يعمل ايه؟ يتجوز؟ طبعا ده الطبيعي. لازم يتجوز. ده الطبيعي. تمام. لكن مش عشان زوجتي مريضه انا خلاص انا هتربط جنبها. لا انا اوكي انا معاك ومش ههملها ولا هسيبها ولا اي حاجه. وعلشان كده بنقول ان لما يتجوز من وراها من غير ما تعرف احسن. احنا بنقول العشره يبقى ليها
الحياه الكلام عشان دوت مشاعرها بس الكلام ده يعني كله. احنا بنتكلم في كده، ولكن برضو من حقها انها تعرف ان زوجها تزوج. اوكي يعني من حقها يا استاذ ياسر، بس مش من حق القانون يفرض على الزوج انه يدفع غرامه ويدفع كلام. لا هو احنا عايزين نقول ان العقوبه شديده شويه. طبعا استاذنك معانا تليفون تاني، شكل الموضوع مثير جدا. اتفضل استاذ احمد. اتفضل. على السلام عليكم يا فندم. سلام ورحمه الله وبركاته. والله يا فندم انا عندي مشكله وبقالي 4 سنين مراتي غضبان عني. مراتك غضبانه؟ اتفضل. بقالي 4 سنين غضبان عني، وعملت بدائل صلح كتير وبديت ناس الدنيا علشان ابني ومراتي، ومشكله اللي هو الراجل معاند ابوها ومش عاوز يرجع، وكانت معانده وكان في حته كره، ودلوقتي رجعت عماله تقول اللي انا عاوز ارجع عشان اربيه، وهو معارض وعاوز يطلق. طيب انت شكرا. انت في سؤال محدد يا استاذ احمد؟ احمد ولا محمود؟ زوجته منفصله عنه وسايباه وقاعده في بيت اهلها وعايزه تتطلق. لا هو دلوقتي تقريبا بيقول ان هي عايزه أبوها ترجع. ابوها معاند. عايزه ترجع عشان هو عايز يربي، وهي عايزين يربوا الولد، فابوها معاند. طيب احنا من البرنامج بنقدم رساله لوالدها وبنقول له اللي انت بتعمله دوت حرام شرعا، انك انت تحرمها من زوجها، او انك انت تحرم الولد من ان هو يتربى ما بين الابوين. يعني ان كان في عندك بعض الاسباب اللي خليتك ودي نصيحه لكل توصل اب يا استاذ ياسر. حافظ على بنتك وحافظ على بيتها. ساعات انت الاب بيبقى ليه رؤيه، الزوج هو اللي دايم لها البنت، بتقعد فتره في بيت اهلها وبتكمل في بيت جوزها بقيت حياتها. لا احنا ساعات الاب بيبقى ليه رؤيه في ان هو عايز يطلق بنته لاسباب. استاذ ياسر احنا وقتنا انتهى، بنشكر حضرتك ورسالتك وصلت لكل يعني لكل اهالي الأسر المصرية، يحافظوا على ارتباط أولادهم. وشكرا للسادة المشاهدين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا يا أستاذ.